وتوصلت بدعوة من صديق صحفي عبد اللطيف السكارجي والفنان صديق أيضا الفنان سعيد النصيري. وفي صراحة يعني جميع الدورات السابقة ديال نجوم الشاشة كنت كنتوصل بالدعوة، ولظروف مرة مهنية مرة شخصية ما كنتمكنش من الحضور. واليوم حضرت صافي في بليزير أنني نحضر في هذا الحفل اللي هو في العمق ديالو مبادرة إنسانية لتكريم مجموعة من الفنانين بحال الصعري بحال يعني أستاذ بنياز، ويعني والتفات أيضا إلى بعض الرياضيين اللي هما عطاو لكرة القدم المغربية. ف يعني مبادرة مواطنة، وكنشكر المنظمين ديال هاد الحفل. أنا أعتقد أن هاد يعني هاد الحفل اللي كيتنظم سنويا فهذه 5 سنوات كنعتقد، ومنظم بشكل جيد وكيسهروا عليه كيساهموا فيه مجموعة من رجال الأعمال، وفيه التفاتة صراحة لأن كاين بعض لي زارتيست اللي خداو شقق اجتماعية في الدورات السابقة، وحتى هاد الدورة أعتقد كاين غتكون هذه القضيه. فهذا يعني واحد المبادره اللي جايه تطوعيه من المجتمع المدني، خصها تكون طبعا في جميع القطاعات. طبعا اي حاجه اللي بامكاني انني نساهم فيها من اجل الزملاء ديالي اللي كيعيشوا على حاله صعبه، فطبعا انا يعني ابذل الغالي والنفيس، ولكن طبعا في السر ماشي في العلن. وهي زوجتي خريجة، ما نهضرش على الزوجة ديالي من أحسن ما ها؟ لا أنا هاد الأسئلة ديال الزوجة بلاش.